تقول بأنها طالبة في الكلية التي تبعد عن المنزل حوالي 25 كيلو أو 30 كيلو، تقول ولا أجد أحد من محارمي ليسافر معي، وأخشى أن أكون عاصية لله بسفري هذا، ولكنني أحرص على أن أتعلم وأحصل على شهادة جامعية تمكنني من نفع المسلمين وخدمتهم، مثل أن أكون طبيبة أو معلمة، فهل يجوز لي السفر خاصة بأن وقت السفر يستغرق من ساعة ونصف إلى ساعتين، أم أني أكون عاصية في مثل هذه الحالة؟ إنها تكون عاصية إذا سافرت بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع محرم، قال ذلك وهو يخطب الناس يعلمهم، فقام رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتي. ومعلوم أن تعلم المرأة لما ينفعها في دينها ودنياها أمر مطلوب، لكن ما لم تكن الوسيلة إليه محرمة. فإن كانت الوسيلة إليه محرمة كانت الوسيلة محرمة باقية على تحريمها، فإما أن يذهب بها زوجها إن كانت متزوجة، وإما أن تتزوج شخصا ويكون محرما لها، وإما أن تكتفي بما تسمعه من المسجلات في هذه الدروس وتطلب أن يكون اختبارها اختبار مناسب أي بانتساب. نعم من حرمنا.